بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشتغل على الإزازة دي. اليومين دول طالع صناديق الخشب اللي على شكل كتاب، فأنا حبيت أن أنا أطبق الشكل على الإزازة. فالإزازة بالمنظر دي مبططة، فتديني والعرض بتاعها بالشكل ده، يعني ممكن لما أشتغل عليها تديني الشكل الازاز كويس، شكل الكتاب كويس. هاجي هعمل ايه؟ هاخد العرض بتاعها، هعلمه بالقلم واقصه. هاخد الشكل المستطيل الجنب ده بالقلم، وهاجي على العرض بالكرتون، على الكرتون يعني، هاجي بالعرض برضو، عرض هعمل نفس اللي انا عملته في الجنب بالشكل ده، وهقصهم واجهزهم. لزقت طبقتين بالكرتون ناحية، وادي الناحية التانية. الناحية التانية انا غلفتها بقماش عشان يمسكولي على بعض ويبقى متين. القماش اللي هو الخفيف اللي هو العادي بتاع لف الهدايا والورد والكلام ده، ممكن قوي قطن، ممكن خيش، ممكن اي خامة بقى متوفرة عندنا، انا مش فارقة معايا لاني هداريها، فبالتالي مش هتفرق معايا اللي انا هشتغله. انا بس عاملاه علشان تديني متانة بالغرة مع الكرتون مع القماش، يدي متانة للجزء ده. فهلزقه بالشكل ده، وهاجي على الجنب بتاعي، ادي الكرتونة المستطيلة بتاعت الجنب، لزقت عليها بدل ما الزق قماش لزقت جلد، لاني تخيلت اني الكتاب اللي انا هعمله متجلد بالشكل اللي هو الجنب بتاعي ده بالجلد. فهاجي على الجنب وهلزق الزاوية بتاعتي الجلد. هلزقه بايه؟ ممكن غيره، وممكن مسدس شمع سيان، ده او ده هيمشي. فهلزقه هظبط المساحه بتاعتي والزقها، وهاجي على الجناب هلزق الجناب برضو. هي ميزه طبعا الشمع ان هو بيلزق بسرعه ويخلص لي الحاجه سريعا. واجي على الناحيه الثانيه برضو، والزق. يبقى انا كده لزقت جنب الكتاب بتاعي. بس ادي اول خطوة، هاجي على الخطوة التانية. طبعا انا هنا الاول هلزق، هوريكو هلزق هغلف الكرتونة بتاعتي. بالقماش اللي انا قلتلكو عليه. بالشكل ده. لزق على طول. طبعا الغيرة هياخد مني وقت. باينة. المهم بالمنظر ده. هاجي دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، انا لما الزق الناحيتين هاجي الزق
ناحية الكتاب الأولاني، وطبعا بالضغط جامد وممكن قوي أثني كده عليه واضغط بحيث اني اطمن ان هو لزق كويس قوي. هاجي هعمل الناحية التانية، اسيبها تلزق، هلزقها واوريكم لما اغلفها هي كمان. نشف اللزق، وانا لزقت بالغيرة كمان مع شلت الشمع ولزقت بالغيرة، حسيت انه الغيرة افضل. بس طبعا بعد ما وريتكم ان هو بالشمع، لكن حقيقي لقيته فاكك من جناب فشلته وعملته بالغيرة، بس حبيت اقول لكم دلوقتي في فرق بين الكرتون وبين الجلد. انا هداريه بالغيرة، خط خفيف كده بالغيرة زي ما عملت الناحية دي، داريته بالدبار، دبار رفيع، افلي الفراغ اللي بين الكرتون والجلد اللي انا مجلدة بيه الكتاب. حاجة رفيعة قوي كده، انا عاملة بخلة عشان ادخل في الفراغ، وامسك شوية طبعا عشان يمسك. وبعدين احط الدبار، حطيت طبقتين عشان يملالي الفراغ، في نفس الوقت يديني مساحة متساوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. فأحط طبقة تانية طبعا لما الغيرة ينشف هيبقى شفاف. كده انا روحت قفلت الفراغ اللي بين الكرتون وبين الجلد، يبقى انا الجزء ده كده خلصته بالشكل ده. تمام، هاجي هنا صفحات الكتاب. صفحات الكتاب هعملها ازاي؟ بالمعجون. معجون الحوائط عادي جدا، هغطي المساحة بتاعتي بملى الفراغ كله بالمعجون. ولازم اكون اسويه كمان، مش هيبقى بشكل منعكش كده. بعد ما احطه هسويه اسويه بحرف السكين. في نفس الوقت انا مش عايزاه عالي قوي علشان برضو احميه من ان هو يشقق. اسويه بقى كده تيجي اعمل بقى الخطوط بتاعة الورق.
شايفين بعمل ايه؟ بساوي السكين. طبعا بعد ما اخلص خالص لازم اشيل كل الزيادات بتاعتي. هاجي هعمل ايه الخطوة دي بشوكة. على خفيف كده بحيث ان انا اعمل خطوط الورق. دي خطوط الكتاب. بس طبعا الجزء دوت خفيف فهضطر ان انا ازوده شوية. وبعدين اظبطه مع الخطوط. تمام باين. طلع لي طبعا زيادة تحت اروح شايلاها. من فوق مظبوط كده. اسيبه ينشف هنا. بس خلاص اسيبه ينشف بقى وارجع لكم بالخطوة اللي بعد كده. او ممكن اصلا بس اغسل ايديا الاول واجي اشتغل في الاتجاه ده. على بال ما ينشف المعجون هشتغل على غلاف الكتاب. فمثلا لو الكتاب اعتبرنا ان هو كتاب قديم فبيكون على الحروف بتاعته الورق متني. فمثلا هعمل ان انا هتني الورق كده بالشكل ده بحيث ان انا هملى المساحة كلها بتاعتي على حروف الورق. طبعا هدهن ده غير علشان يلزق. هشكل وبعدين ادهن الغيرة عشان المكان ما هلزق. بالشكل ده هعمل كل المنطقة بتاعتي. واركز قوي على الحروف هي اللي بتكون متنية. لكن الوسط بتاعي بيكون عدل. طبعا انا هعمل كده في حوالين الحروف بتاعتي واسيبه ينشف. ولما ينشف هروح عامله الحرف من الناحيه الثانيه. طبعا هو محتاج شوية تركيز فهيكون بالمنظر ده.
كأن الحروف الورق مبرومة. فأنا هعمل هدهن الغرة وبعدين ألزق واسيبه ينشف زي ما أنا بوريكم كده، بس أعمله بروقان بقى وأظبطه وأرجع لكم تاني. كده نشفت خلاص كله السيراميك والمعجون. هاجي على الجزء الفوقاني هشتغل عليه ازاي. لو انت ابيض عليه الجزء ده هحاول ان انا هدليه بدبارة وادهن بالغرة، وبالدبارة هلف على العنق بتاع الازازة. هاجي على الجزء اللي هو هيبقى باين ده هلزق ورق مكرمش كده، بحيث ان انا لما ادهن والونه يديني تأثير حلو على الازازة. وبرده هسيبه ينشف، وبعد كده هفنش الازازة على بعضها مرة واحدة. هو طبعا كل جزء بيتعمل لوحده ويتساب ينشف، وبعد كده الفينش بقى على بعض مع بعض وقت واحد. هعمل كده التأثير بتاع الورقة. ورق مناديل عادي او ورق كرافت او اي نوع ورق، او ورق جرايد حتى مش هتفرق. انا بس مجرد ان انا اغطي المساحة بتاعتي عشان لما اجي الون يلقط معايا الوان احسن من ما يكون ازاز. كده هاجي بعد ما خلصت كل ده هألون الورق بلون عاجي او لون الورق المصفر. لما بيبقى قديم الورق بيبقى مصفر كده، فده هديه لون صفار الورق. بالشكل ده لون ابيض معاه نقطة جملي، اداني الدرجة دي زي ورق الجرايد المصفر، زي ورق الكتاب المصفر، بيدي نفس التأثير ده. وهاجي هنا برضو هلون بنفس اللون. الورق اللي هو المناديل اللي انا اضفته زي ما قلت لكم، ممكن ورق مناديل، ممكن ورق جرايد، ممكن اي ورق، ممكن قماش، اي حاجة. المهم هغطي بس الازاز الباين. ممكن قوي تنفذوا الفكرة دي على صندوق خشب اساسا، صندوق خشب عادي جدا او صندوق كرتون، هي الفكرة موجودة وتتنفذ على اي حاجة عندنا. هاجي بعد ما دهنت هسيبه ينشف وهشتغل على الجزء الفوقاني اللي انا هداريه بالدبار طبعا بالغرة. هدهنها غرة وابتدي ألزق الدبار.
ولسه طبعا الدهان مبلول. وانا بلزق الدبار اضغط تحت كده بحيث ان هما يبقوا لفين على بعض جنب بعض يعني متوازيين. ولما ينشف هيبان لان طبعا الغيرة لسه ابيض. بالشكل ده وانزل تحت وانا بلزق بحيث ان هما يبقوا لازقين جنب بعض مفيش فراغات. اخلصها كلها. دهنته سته ونشف وكان عندي جليتر رشيت شويه على ورنيش ودهنته على خفيف كده بحيث ان هو يديني لمعه بسيطه للكتاب. ورشيت عليه هنا كمان قليل وده نشف. ونيجي اخر خطوه بقى نزين الكتاب. انا عندي المنديل ده لقيته مناسب قوي للون الجلد فحبيت ان انا اضيفه على السيراميك. ده المنديل هاخد طبعا الجزء اللي هو مرسوم وهلزق ويتلزق طبعا بالطريقة التقليدية بتاعتنا الجنب ده والجنب التاني. يبقى انا كده هاخد نفس المساحة بتاعتي تقريبا الجزء المرسوم كله هو مناسب للمساحة بتاعتي. هقصه واجهزه وهشيل طبعا الابيض مش عايزاه. بعد ما قصيت القطعة بتاعتي اللي انا عايزاها هشيل الظهر ايدي بالورنيش واعمل كده فيفصل على طول بسهولة. وهلزق بالشكل التقليدي بتاعنا بالورنيش عادي خالص من جوه لبرا على السطح كله. كده انا خلصت بعد ما لزقت ودهنت ولونت ونشفت وكل حاجة. هقرب بقى اوريكو كده حروف الكتاب. غمقت شوية اللون عشان يكون مناسب مع لون الورقة الخلفية بتاعت الورقة. طبعا ايدي كلها الوان معلش. كده من الظهر الجلد بالشكل ده. ده قلنا اللي هو الجنب الخلفي بتاع الكتاب. ده الواجهة بالشكل ده. ده الورق وغمقت حروف الداخلة اللي هي الفرق بين الورقة والورقة تخيل طبعا.
وده الوجه التاني الناحية التانية. وطبعا زي ما قلت لكم الجزء ده عملته بالدبار وهنا ورق ولونته وقربته قوي من لون خلفية الأرضية بتاعت الورق. ده كده الشكل النهائي للكتاب بتاعنا. ايه رأيكم؟ فكرته حلوة وبسيطة وسهلة وجميلة وكل حاجة، فأتمنى تعجبكم وإن شاء الله تستنوني في فكرة جديدة، ومستنية آرائكم على الكتاب بتاعنا. وممكن على فكرة يكتب عنوان برا أو اسم مؤلف أو أي حاجة، بس أنا حاليا مش في دماغي حاجة معينة أكتبها، فمع نفسي بقى. المهم إن أنا أوريكم الشكل النهائي للعمل. شكرا وإلى اللقاء.